احنا اتصالات تونس عندنا كما قلت التزام اخلاقي وادبي بحكم حتى التسميه متاعنا اتصالات تونس، معناها خدماتنا معناها يلزم تغطي كل ابناء تونس اينما كانوا، في المناطق الحضريه، المناطق الريفيه، في مناطق ذات جو ذات مردوديه تجاريه، وحتى في مناطق اللي ربما ما فيهاش جوده تجاريه. احنا اوفياء للاستراتيجيه اللي اعتمدناها في تمكين كل مناطق بلادنا الخدمات اللي توضعها اتصالات تونس على ذمه الحرفاء نتاعها. في التسعينات اتصالات تونس كانت هي المشغل اللي قام بتركيز شبكه الهاتف الريفي اللي انذاك معناها كانت تهم ما يفوق الألف منطقه، فما حتى مناطق متقدمه لتوفير خدمات الربط والاتصال وفك العزله واعطاء نفس الحظوظ لكل ابناء تونس على غرار المناطق الحضريه ولا المناطق ذات الكثافه السكانيه ولا ذات المردوديه التجاريه. منطقه زمرب اليوم هي عماده من بين 94 عماده اللي يشملها مشروع المناطق البيضاء. في الحقيقه احنا الالتزام التعاقدي يفرض علينا باش نعطيه خدمات الربط اللي تمكننا من الخدمات الفوا معناها المكالمات الهاتفيه باش تكون بنفس الجوده وبنفس الحظوظ اللي موجوده بالنسبه للمناطق الحضاريه. وزاد نعرفوا اللي احنا كان عندنا تطلع انه الحريف مش يكون فما اقبال اكثر على خدمات تراسل المعطيات نسميه ترافيك داتا، معناها اللي كان عندنا نظره انه باش يكون الطلب الكبير هو على الوحده، وهكا علاش احنا بدرنا بوضع خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث، لانه يعني الشروط اللي مبينه في العقد تنص كانوا لازم نوفروا سرعه نتاع تدفق 4 ميجا بيت في الثانيه. شفتوا في القياسات اللي قمنا بهم معناها فتنا ال 40 ميجا بيت في الثانيه، كان عندنا معناها نعرفوا اللي تطور الخدمات يخلي المستعمل نتاع شبكه الاتصال يمشي للخدمات تراسل المعطيات اكثر من الخدمات المكالمات الهاتفيه العاديه. بالطبع وقت اللي نحطوا بنيه تحتيه بهذه الجوده يلزم نشجعوا ابنائنا وليداتنا معناها خاصه التلامذه على الابحار في شبكه الانترنت وعلى الابداع وعلى الابتكار، وهذا اللي ممكن يخلي بلادنا تعمل قفزه نوعيه كما قاعدين شاهدتوا نعملوا في قفزه نوعيه على مستوى تعصير البنيه التحتيه على غرار ما هو موجود في عديد معناها من البلدان. زادا نعملوا قفزه نوعيه على مستوى الابتكار ونخلقوا روح المبادره عند ابنائنا، ان شاء الله نشوفوا ابنائنا هذوما في مستوى اختراعات على مستوى دولي كما شفنا انس جابر اللي حقق أنا ارقام قياسيه ما يحلم بها حتى حد، ان شاء الله نشوفوا من ابناء زمرت التلامذه يكونوا في مستوى متميز في بحوث علميه وفي انتشار دولي ان شاء الله.